بخنيفرة أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي مجموعة من المشاريع التنموية في إطار تنزيل المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 24 لعيد العرش المجيد. محاور اللي همات كذلك فك العزلة، أعطينا الانطلاقة للبرنامج نتاع 100 كيلومتر نتاع المسالك القروية، فك العزلة على الضيعات الفلاحية وكذلك على الساكنة، ومشاريع اللي همات كذلك تهيئة الهيدروفلاحية وتعبئة المياه، وكذلك يعني دعم نظام السقف بالتنقيط لأجل الاقتصاد في المياه. وترأس الوزير مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات مع الشركاء في إطار الركيزة الثانية لاستراتيجية الجيل الأخضر المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية، وتحديداً المحور المتعلق بسلاسل التوزيع الحديثة. وتهم الاتفاقيات الإطار بناء وتهيئة سوق للماشية بأجلموس وأسواق أسبوعية بكل من خنيفرة ومريرت، وبناء مجزرة عصرية مشتركة بين الجماعات بخنيفرة، وأيضا إنهاء أشغال تهيئة موقع الشلال وإحداث سوق تضامني للمنتجات المجالية بمدينة خنيفرة. الهدف من هذا المشروع هذا هو تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء المستفيدين، تحسين الدخل الفردي كذلك لهذا المستغلين الأكشاك والخيام، وتحسين المحيط البيئي لهذا الموقع السياحي المهم. بالنسبة فيما يتعلق المشروع الثاني وهو تأهيل موقع السياحي أروغو الذي يقع على بعد 11 كيلومتر على مدينة خنيفرة، وهو فضاء للزوار والساكنة. زيارة هذه تهدف إلى الوقوف على مختلف المشاريع المنجزة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع أخرى في إطار الفلاحة التضامنية وتثمين المنتوجات الفلاحية وتعزيز تطوير سلاسل الإنتاج مثل أشجار اللوز والتفاح والخروب، وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق الاجتماعية وتحسين دخل الفلاحين.